أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم نبدأ مع محور جديد اسمه، عنوان جديد، الواجبات والحقوق الزوجية. الواجبات والحقوق الزوجية من ناحية المنهجية، هذا هو الموضوع اللي يجي درك بعد ما درنا الخطبة ودرنا موانع الزواج ودرنا تسجيل عقد الزواج، أركان عقد الزواج، درنا تسجيل عقد الزواج وكذا. الآن عقد الزواج تم 100% من ناحية الشرعية والقانونية، العقد الزواج داير. بعد ذلك صار العرس. الآن بعد العرس تبدأ الآن آثار عقد الزواج. آثار عقد الزواج، برمي الآثار هذه الكبرى الواجبات والحقوق الزوجية، يعني لي زوبليغاسيون اي لي دروا، يعني اونتر لي دو كونجوان، يعني بين الزوجين. لان لي زوبليغاسيون الواجبات، لان لي دروا الحقوق. وبيان سور هاد الزوج ديال لي دروا ديال الواجبات لي زوبليغاسيون، اين خاطر الشرع يتكلم عن التكاليف والواجبات قبل الحقوق. وثاني اذا غناخذ مساله منهجيه، كثير من الناس يعرفون لغة الحقوق، حقي 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 حقي، وراهم اللي يقولوا واجبي 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 واجبي. الو نعرفوا كاع ضربوا يدنا في الطابلة، حقي حقي حقي. ولكن لو كان كل الناس يحترموا الواجبات ستحفظ الحقوق. يعني إمذانا ماخذ من لي زوبليغاسيون السن الواجبات، سكيد لا كارونتي باش يعني بور بروتيجي لي دروا، لي دروا بمذان من ميرادين ارينت محميه، ما الا يمكن نخدم الواجبات. سي بور سا كي من ناحيه المنهجيه نتكلموا عن الواجبات والحقوق الزوجيه، وهي اثر من اثار عقد الزواج. من ناحيه المنهجيه نتكلموا على الف باء جيم. الف باء جيم، الف نتكلموا عن الواجبات والحقوق المشتركه، باء نتكلموا عن واجبات الزوج بين قوسين وهي حقوق الزوجة، جيم نتكلم عن واجبات الزوجة بين قوسين وهي حقوق الزوج، باش نتشفو مليح. ثلاثة، ألف باء جيم. ثورا نفذو ذي ألف. ألف الواجبات والحقوق الزوجية المشتركة، ذا شو المانيز؟ يعني لي دروان لي زوبليغاسيون إكشيرخن أرقد سمطوث في قلقي لي دو لي زوبليغاسيون في الاسم، وذلي دروا انسن، يعني واجبات وحقوق مشتركة شرشيثن لدو كونجوان، أم مرقز أم ثمطوث. ذا قنية ثماثن تفذر الواجبات الكبرى، الواجبات الكبرى، الواجب أم زوارو. أولا الواجب الأول، أولا حسن العشرة، هذا هو الواجب الأول. وسي قرا ورقز مثلا لي ثمطوثيس ضبراق الروم، شميني لك تعامل لي معاملة حسنة، معاملة طيبة، عشرة حسنة، ما ذمكيني البق ما يزغدش والو. ان كي رقز رقز ويسع حتى اوبليغاسيون يسعى كان الحقوق. لا، الشرع النغي ناد اماكن يوجب في رقز يوجب في ثمطوث، كيف كيف. سي بور سان بويث نتيد في الواجبات والحقوق المشتركة. ذا شو المعنى؟ ذا كي من الناحية القولية والعملية، قولا وعملا، مرادين الواجبات والحقوق الزوجية قولا وعملا. أما يعني أول يرقد سمطوط، أما يعني الفعايل كيف كيف. وذا كي مثلا في الآيات، آيات كثيرة داو بعض النصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم الآية 21. ألور الآية قوم السلام فكاد، يعني هي آية يفقنا ربي سبحانه باللي زواج آية من آيات الله، وكما شرحنا في الدرس الأول الزواج هو آية من آيات الله. وفي الوقت نفسه ربي سبحانه ناد وجعل بينكم يرون مودة ورحمة. المودة والرحمة كلاهما كما يقول العلماء يقتضي أو يرتب واجبات وحقوق مشتركة. جرس المودة كذا رحمة اثنين شريكين، ستادير
وغادي يحمل وان وغادي يرغب ذوان وغادي غادي قدر وان وغادي يحترم وان وغادي يطبق الواجبات ينسي في شركين غفايض خاطر ما ولاش المودة الرحمة أي ضرو خسار أم كل يوم ذي عفس وايض أم كل ذي الحقوق بايض إلى آخره سي بور سا شرعينا الآية ثناد وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون باختصار ما نشرحش الآية بالتفصيل مادام شرحتها في الدروس الأولى. وكذلك رب سبحانه في آية أخرى يقول وعاشروهن بالمعروف الآيات تلزم الرجال وعاشروهن بالمعروف المعاشرة تكون بالمعروف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام مسلم حديث صحيح يناد لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر خطر سمحوا لي ممكن الإنسان يرى من زوجته بعض العيوب يشوف أرجزة ذي وليث متوثيسي ولايف سين ثلاثة أربعة خمسة سالايف سالايوب قالوا لو كنت تولي كان لا يوفني لا يوفني تولي لا سيبل يسيبلي ثنبيا قالوا رانش تاقي يتسويد الخسارة يتسويد الباطل يرقص مطوث يزمرت يظلم يزمرت يحقار يزمرت الحقوق إلى آخره. ولكن في صلى الله عليه وسلم إنه يكما يولى السالة يوف أذي ولي لزافونتاج يشوف المحاسن المحاسن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مثلا بعض منكم ربما عنده زوجة تاع وعرة يقول لك عندي زوجة يا لطيف ثوعرة كي تكون زوجة وعرة تشوف في المقابل بارمي لي زافونتاج تاعها انها تحافظ على بيت الزوجية وشوفوا سالوا المجربين يعني بقدر ما تكون واعرة بقدر ما تحمي الأسرة وتحافظ على الأسرة. سي بور سا كان بعض الرجال اللي ماتوا وخلاو زوجاتهم الخميس يفد ثرف ذا خام ثرف ذا الراويس ربا ثم تفد ذا سن إلى آخره خطر ساعة هذيك الشخصية قوة الشخصية سيفري ممكن الزوج يعني في حال قيام الزوجي لحياة الزوجية يشوفها سلبيات ومساوئ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كره منها خلقا رضي منها آخر. النبي صلى الله عليه وسلم خلال الحديث يفهمنا فن الحياة الزوجية نغفن المعاشرة الزوجية. ربي قال وعاشروهن بالمعروف المعاشرة بالمعروف تقتضي ذلك. وهناك أحاديث كثيرة جدا من هذا الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إثمثن حسن العشرة عندها عدة مظاهر من أهم هذه المظاهر المظهر الأول التعاون الصادق بين الزوجين يعني بارمي يعني المظاهر المعاشرة الزوجية الحسنة هذا معاونا. إذا كان ربي في القرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى هذه الآية تخاطب جميع الناس هو التعاون بين الزوجين أو لا أرقد سمطوث أذمعون باش أسفد ذنخان. وثاقي مظهر من مظاهر المعاشرة أو العشرة الحسنة بين الزوجين ماشي أرقد يفغى في ذنخان ثمطوث يفغى تهود الرجل يبني وهي تهدم ولا عكس المرأة تبني والرجل يهدم. سيبوسا المثل اللي ذكرنا لكم في البداية الحصص المثل القبائلي الأمازيغي المعروف المثل ندن لنا إن يرقز ترقى ثم تستم ذا يخاكي شفا ناس أرقز ترقى معنى يسوض الخير يتسود الخير سخان ثم تث أتجمع ثم ذا تزرمى ثم ذا تجمع من يخي تسوليم يخي تدار سترحم سي سفن ياخ سلتم إذا مزيث ها أتصوح الساسي فانتفض ثم ذا أتشوش في الداخل أتعمض ألور ثم ذا جمان ومانيس القلتا الله يقول لك الراجل كي الساقية تجيب الماء والمرأة كي القلتة القلتة تجمع الله لو كان المرأة تولي كي القلتة هذه هو حمال أرقز سرقة ثم طوث سرقة أثنى يروح وخال الله إذا قرن المثل ثم طوث يحرزن أمك تكميل صحيح بارك الله فيكم ثيف ثيو ويحرزن زيك تكن المثل ثيوه قرنك ونسان ثيوه ويتغمير اللاز زيك تيوكو تسير تكتور تسير كلش يحرث بها ويخدم الفلاحة وكذا قرنا شو نسان تيوكو جمت يطف اللاز الميزيريا
خطر ساعه يوها بها يحرث بها يدير الفلاحه يدير الزراعه يدير الفلاحه الى اخره. أور ثم الطوث يحرزن ثيف ثيوه يشرزن أور ذو قيث مثل التعاون الصادق. ذا ما يكونش الراجل اللي كرمكم الله يسكر ليل ونهار يروح يسكر 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 وهذا يدير الدار، مستحيل. دار صداقة مع أم الخبائث، عقد اتفاقية مع أم الخبائث، يخدم يوثا كونفونسيون مع الخمر كرمكم الله. الذي يرقزنا يثمثن ربي يهديهم يوضنا لمي يبغى لي زنزه خميس لا باي اتشما فوسي ساتيفك بالك يباس نغيومان تروح لا باي الخمر المخدرات لا دروغ المحناف الى اخر المعاصي والمفاسد. الور سي بور سا شرعني التعاون الصادق بين الزوجين. اذا المظهر الاول من مظاهر العشره الحسنه التعاون الصادق. وقيل مظهر مزوار ارقات مطوطه ناوانا اسف ذنخا. المظهر والسن التسامح عند الهفوات. إذا قاد يلي السماح من الهفوات خطر عاشن كيف كيف إزمرة تروح لك شذيون ذي الكار سياغة تزايرة مخلفة انت كينا ذا اللي غطاق شاسين غلق الطاق هذا انت يفغان حريك شيني سياغة لقريب الورث هذا كيمثل لنا يوث الفهامة يوث. قال اخويا الماوان اثن اللي كان شويه نغنبدل لي بلاص شفات بحر روح فيهم كوفيار قيمة ذاكي نبدل امكان فما هذه اللي شويه الحوار شويه الديالوغ هكا اما ولا ثروي لاباس والو الو يغلط كان ثروي فلاس وكي سياغ الجزائر مخلف اثم الطوثيك اتعاش بالك 20 سنه بالك 40 سنه بالك الو اذنت لها الاخطاء الاخطاء من طرفين الزمر الشينا تشضض اتغلظ ازمر تتغلظ الور الشرع يناون الى قسم سماح ما عند الهفوات الى قادر التسامح الى قادر يسمح الشرع عند هنا هناك ازمر ورقاز كي دار قاز كساغ وساغني والله ما ولاش سمح تغلظ ثروي في الناس ذاك كيف كيف ولا انت ذاك كيف كيف يرقاز والله لو كان تغلط خلات عليك. وهذا اللي يفسر ظاهره الطلاق السريع. الور هناك خلل كبير ممكن لبرومي جور يصرى خطا من الطرفين ثروي ممكن هو يغلط هي ما تسمحلوش او الديفورس هذه الظروف خساره راسن ممكن كونترير نتسافات تغلط غاسيني زريضه ديجا تفديض كان سمانه مزواروث السفر دشوني نما الور اروح اسي مولاني اللي جور كون يهضر ربي إلى قائم طبق الشرع، الشرع إليك إلى قائم التسامح عندها فوق. سيرتو الشهور الأولى. ما يفذو زواج مزوار وذا جديد. أتسير لي بروبليم على الجون، سمح مليح ها. العام الأول معمر بالمشاكل. هذه الكونستا اللي درناه كامل لا. سيرتو درك. سيرتو درك. ألور العام الأول معمر بالمشاكل. ولكن ممكن يجيك الشيطان يقول لك هذه المرأة يا لطيف ديجا بدتها وكذا. واش هذه جا في السمان الاولى وفي الشهر الاولى تزيد كثر في العام خاطر هي جات من جهه وانت راك من جهه ومختلف التقاليد والعادات ثم خلف من تراديسيون العقليه الطبيعه اتصلي فاكتوري قلان يراون باش هذه اللي كونفلين غادي يدير الخلاف يراون. الور الشرع شيقار المظهر الثاني التسامح عند الهفوات. ايوا اكن السمح ضصه اكن السمح زكا. المظهر الثالث ما هو؟ هو الحوار الديالوغ. الور لا بليبار لي بروبليم انتر لي دو كونجوان انتر لي يعني الازواج السبب الرئيسي هو غياب الحوار. فاذا قال اسمعوا القاعده هذه حوار او دمار حوار او دمار. الور الحياة الزوجية طويلة طويلة وعريضة معمرة بالمشاكل بالمفاجئات إلى آخره. ألور دوني التوساية مثلا ما إلى الديالوج الحوار يري القسم الطوط أغفلي لن أسقر شنت أغفلني سا لا بروبليم بار إكزومبل لو بروميي بروبليم لا باي هي راهي خدامة بار إكزومبل وتجيب لا باي لو بروميي موا المرأة هات الشيك نتاعك أو كيفاه راجل؟ أنا قلت لك هات الشيك نتاعك. أولا ربي يقول ها سوت الآيات اللي في صالحه يعرفها لي روتور.
الفايدة سا الرجال قوامون على النساء. اذنك اذا مضبر اذنك اذا رقاز شميري تمطوث لا طيب شما فوسيو 100% نتسات السلام الشيخ إنا يسا واه الذمة المالية مستقلة او تمطوث سالح قد قم صروفيس ذي لا بينس. هذا الخلاف لو برومي بروبلام. لو دوزيام بروبلام الزيارة نتاع لا فامي نتاعها هما ساكن في تيزي وزو يا خاكا لا فامي نتاعها ام كل يوم كاين واحد يبريزونتي اليوم باباها غدوة يماها بعدين خالتها عمتها عمها خالها خوتها يجيو يشوفوا الماتش نتاع جياسكا يجيو انقرو ادسن ام بعد عنده طبيب يجيو هو الراجل كل عشية كان ضياف كاش نهار يقولها راني الله هنا يا المرأة وكيفه هي تقول له كيفه يا اخي هذون فاميليا تاعي او كيف انا غصن مقطوع من الشجره ولا كيف او كساثه فاميليا الفلانيه ثفاميلتي وساع الحقايد زور هاثا وغفل ويسين اغفل ويس ثلاثه انسى تكتين انا حبيت ندير دعوه الى الله نروح نحضر المساجد صلاه التراويح ندير الحلقات ندير الحلقات نزور الاخوات شيني صرتو مساجد فيك ديماش واعر عندك وخام ذا شو خير ان شاء الله ذا شو ذا طالعين هابطين خارجين اش وياك انت يقرا ادعو الى سبيل ربك الدعوه الى الله شخصيا ما كانش الدعوه الى الله الدعوه الى الله قبل الزواج مشكله اخرى درك في سلسله كثيره كبيره من المشاكل بون لي بروبليم دي كفران كاين دو ميثود زوج مناهج المنهج الاول هو ما نهضروش والو 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 سي دي دوسيه لو بروبليم تاع لا باي شفوا عليه ما هضرتوش عليه راه كي البومبال هي ها دوزيام بروبليم الزيارات العائليه تروازيام بروبليم الدعوه كاتريام بروبليم سانكيام بروبليم لي دوسي فوق البيرو هذا فوق هذا هذا فوق هذا فوق هذا كاش نهار تروح تمس واحد يطر تقوع عليك صح ولا ماشي صح تروح تمس واحد يطر والزمير ما تخدم موالو سي بو سا الشرع شي قار الى قاتلي لغه الحوار الى قاتلي لغه الحوار وقل المظهر الثالث المظهر الرابع الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة يا ربي استر ربي نش وقولوا للناس حسنا هكذا كلمة طيبة أي واحد منكم قولوا دير لي درس على الكلمة الطيبة ديروا لك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نعرفوها كاع أول زيضا ولكن ربما كثير منا عنده الكلمة الطيبة برا مي دخل دار والو قارصة ممكن الرجل ممكن المرأة ممكن الرجل كي يدخل الدار يتعلم لغة التليجرام لا لونغ لي التليجرام هات نشرب هات ناكل خرجي دخلي واش درتي هكذا سك وليش سك اول وممكن هو برا اهلا وسهلا كيف حوالكم لاباس إلى صزيضا غاية ألور ثمتو ثمارث رومار كيرجزي سكا هاشتيني في برا إلى سيك حلاو داخل بخامية لطيف أذلي التليجرام كي تسجل ممكن سيري سيبروك ممكن الزوجة دير كيف كيف ومرة واحد عنده مشكلة مع زوجته على بالك ما تهدرش معاه كي تخرج تخلي له ورقة أحيطك علما بأني خارجة وسأعود في المساء إن شاء الله وقدر هو يدخل يلقى البرية ما تشاوروش ليبرتي دو لافام حريه المراه هو كل صباح كل ما يدخل يتغدى ولا يشرب قهوه يلقى بريه اني رايح لها هذا كي تكون زعما النيفو عاليه تخلي له بريه وبعدين هو او كيفه اذن الكلمه الطيبه اذا كان الايه اللي سمعتوها الان ايه عامه ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه اهم المظاهر اربع مظاهر اساسيه سيقاذا قيدي أربعة يثمثن باش نهضر في الواجب الأول المشترك وهو حسن العشرة ثانيا الواجب الثاني حرمة المصاهرة ذا شو المعنى حرمة المصاهرة شرحنا فيما سبق نناد باللي أرقز سمطو ثمار أخذ من العقد لانت أحكام أخرى ستادير نتسا وريسار الحقافية قلت ما سنبعد قلت ما سنتمطو ثيس
رجوزارة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. مفهوم؟ نتساو رسالة حق ديال التماس، ورسالة حق ما يفرث مطوثي سيدي ديال يماس. ولا مامي نفسر دوك تيكالاكي في الدروس اللي عدان مدنا سد المسلاي المحرمات بسبب المصاهرة. نفكاد تفاصيل، أعطينا تفاصيل كي تكلمنا عن المحرمات بسبب المصاهرة. هذاك هو المقصود هنا، حرمة المصاهرة. أي لأن الزواج ينبت لحمة كلحمة النسب. رباط المصاهرة بين زوجين وبين أسرتين، العلاقة قلنا يرجع تمطوط الصح أنتر لي دو كونجوان، ولكن أنتر لي دو فامي أكثر أيضا. أمنا سافن أذمنا سافن أرجاز أكثر تمطوط الصح يسعن لعقد الزواج، ولكن داغ لي دو فامي داغ داغ سعن مقارن المصاهرة ذي ظولان أذوان ذي ظولان. وكي الشرعي في كاد ديكس لي ديتاي نشرحي ثنتي دي الدروس اللي عدان. وكي المقصود هي مثلا حرمة المصاهرة، وكي واجب وحق مشترك اشرشيثا، ماشي كان سي الجهه بورغاز نص الجهه تمطوط، سي الجهه بورغاز كنت تمطوط صحيح. وكي ثانيا، ثالثا حق التوارث، نغ انتقال حق التوارث. وكي مثلا حوالي شويه تفاصيل حق التوارث هكي مشترك بين الزوجين، يعني ارجا زوج تمطوط ما غير الفاتحه جوست ابري الفاتحه الشركي ثنيون الحق قرنس التوارث. مي سوء ادنفك احتمالات، مثلا راجل قرا الفاتحه مع زوجه معينه مع مراه معينه، بعد شهر مات قبل العرس، المراه تورث الراجل نتاعها، تورث زوجها، يعني ارجاز مطوثا غرايس الفاتحه، من بعد قوري موث ورجاز ثم طوثيسه تورث غاسم كوني في العوايد ذا شيني امشي راه ورث مازال في بلصه خامس، امشي راه ورث مطوث مازال في بلصه خامس، مازال خدم ثم غرا نو الشرعي ناد خاطي جوست مغرا الفاتحه ما يموت ورجاز اتورث مطوث، ما تموت مطوث اتورث ورجاز. يا اخي واضحه يا ثمثم، ماشي من بعد ثمغره، جوست من بعد الفاتحه يخدم الفاتحه وين يموثن الحي اذ يورث الميت، يعني بعد قراءه الفاتحه وانعقاد عقد الزواج الحي يرث منهما الميت. هذا هو ادر نقطه تفاصيل النظام. سيبوزون ارجاز يزوج تمطوث من بعد يفراياس ومقارن طلاق الرجعي ذي لا بيريود العده، ذي المده العده يموت رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ومات اثناء فتره العده، هذا هو الاشكال. ذا كذا شو دينا الشرع ان يكثام الطوثه تورث ارجازيس اي بورتون يفراياس سيبوزون ارجاز يفراياس اسي شفاناسا البايد اسي شفاناسا يفراياس من بعد قور يموت الورثام طوثيس سال حق تورث ذي الشرع ربي سبحانه. إذا ماشي ذي العوايد مشكا نتسات فرا تورث لا الشرع إنك مادام ذي دار ربي مازال تي لا بيريود ني بيبرين 3 موا 3 وكور ني الشرع إنك أتورث سيكلارينات واضح. هذا رنوغ الاحتمال وايض تفسير وايض سيبوزون يفراياس في مرض الموت ومقارن طلاق بائن بينونة كبرى يفرس طلق نيام قران طلق نيام قران وإنما من ناحية الشرعية ورث ورثارة، ولكن ما لا يفرس ذي الهلاك من الموت أتورث. أدفت غان إكزومبل مثال بالمثال يتضح المقال هذا الشرح استعرض من بعد تقبيليث خط لنشر وثمت نوفه من رثا تقبيليث. نفترض الآتي الراجل مكسل قدامنا هنا هكذا مريض مرض الموت راه في الدقائق الأخيرة، بعدين هو يكره مرته وعنده أموال كثيرة، يناس جاب ربي لوكازيون يناس فريغا 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 فهمها
طلقنا من القرآن. الهدف نتاعو واش هو؟ طلقها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلاق بائن بينة كبرى. بعد شوية مات. احنا شهودة. الور هنا كيفاش نديرو؟ لو كان نرجعوا لقواعد الشريعة نقولوا مرة نتاعو ما تورثش. علاه؟ باسكو طلاق بائن. هذا ولا أرجاز يكسل زاتنا غير لهلاك من القرآن. من بعد يوري في غارة غادي يجي تري كايس يتمطوطيس. دقيق في كورا الناس فريغان فريغان فريغان. طلقنا من القرآن، طلق البائن. دي فاهم طلق من القرآن، طلق البائن بكبر صغار. أنت باقي شو البيت ناس، الهدف ناس. يبغى تحرم سي الميراث. يبغى تحرم سي الميراث باش يتورث على. جاي جاد الملايين غير جاد الملاير. أكي ثامطوطاكي سوي المرارة. يميل لي غدي الدوني ثيو ثورة ساكت صورة المرايا الملاير. قالوا راه تحرم اغ تسويش اتيحرم اتيحرم الطلاق سفرو. ما هو الحكم الشرعي هنا؟ لو كان طبق القواعد من الشرع في القرانين اسيو ثورة ثارة. ولكن خاطي ذي العهد سيدنا عثمان بن عفان الخليفة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة الثالث صرت قضية هذه سواسوا اللي سمعتوها. صارت القضية هذه في عهد عثمان بن عفان. بعد واش حكم؟ باعتباره خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن ياس تورث المرأة هذيك المطلقة. يا عثمان كيفاش تورث وهي طلقها طلاق بائن كبرى؟ إن ياس تطبيقا للقاعدة الفقهية من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بعكس مقصوده أو عوقب بحرمانه. عنده سوء النية. صح عنده سوء النية. يا عجبا اللي مريض مرض الموت زعما ما عندوش واش يفكر فيه باش يفكر فيه مرته يطلقها ونتمو هكذا. لازم يفكر في لا إله إلا الله ولا لا لا هو قريب يموت قريب راه في الدرنيير مينوت نورمال مو هنا يفكر لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي اغفر لي يا ربي اسمح لي إذا كان مرته يا مرة اسمح لي يا ولدي اسمحوا لي. لازم يفكر في هذه نورمال مو هذه يخمم أمشي راه يشيهب أمشي راه يظلم اسمح سك مولان. ولكن هو في هذا الوقت راه قلت أنت طالق 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 هذا راه عنده سوء النية صافي دير يسعى النية ونلهرة نية سيئة ورسالة النية إلهام. ألور سي بور سا إن سيدنا عثمان أتورث رغم أنفك يورثيت. من بعد الفقهاء فنا القاعدة مليح مليح سي بور سا واش عند الفقهاء الكبار الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك هناك تفاصيل سأذكرها في موضوع الطلاق مش الآن ولكن أحسن الآراء الفقهية هو الفقه المالكي في هذه النقطة. أحسن وأروع الآراء الفقهية هي فقه المالكي على بالكم على لأنه فقه موسع. إنك الراجل اللي طلق مرته طلاق بائن في مرض الموت حتى لو كان يعيش في الكوما مدة 4 أشهر في الكوما هذه المرأة عودت زواج أسيدي وبعدين راهي في حياتها الزوجية وحدها كي يموت زوجها تجي وتورث. كاين كما الفقه الحان المالكي الحنبلي إنك ما دامت في عدتها تورث أما إذا فات العدة ما تورثش. ولكن الرأي الموسع هو الرأي المالي رأي المالكي الإمام مالك رضي الله عنه مجمعين قالوا رأي ثمثل الفقه المالكي ذنسيك سوسان إنك وين ريفر نثم الطوثي سمكة سلامة يثمثل أولا ما إلا يموث أمباد نتساث ثاوذ جواج سالح قطورث. تطبيقا للقاعدة من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه أو عوقب بعكس مقصوده. أي ثمثل في قدقي تفاصيل إذنيغ ذي الحق وسلثة اللي هو حق التوارث. لقي بالمناسبة لو كانوا القوان وياض قوان مثلا تاع الرومان القوان تاع اليهود القوان على بالكم ظلم تمطث 100% لكل ذي شرع النغ الشريعة الإسلامية تعطي كل ذي حق حقه أم كل تفكاس الحقيس أما ذرقزة ما تمطوث. ولكن ذي اليهود مثلا كيفاش يقولوا اليهود إنك الزوجة لا ترث زوجها ولكن تستفيد من الريع فقط بس ما أنت إذا كلمت زوجها تسكن في داره فقط
خلى الشجرة نتاع الزيتون ولا الشجرة نتاع تشينا تاكل تشينا والزيتون وبس، ما عندهاش، فقط ما عندهاش حق التصرف، ما تورث ما تبيع ما ترهن والو، تعيش والسلام. القانون قال اليهود مشي تقارن إمي حقرن تمطوط إنك تمطوط ثورثة الرقازيس ألو رايث مثلا إنك تمطوط ما يموت ورقازيس أتعيش القخام برقازيس فقط، أتعيش المثموث ما يجد تزمورث أتش زمور نغزيث ما يجد تشينا كيف كيف ذايا ورث زميرة تورات ورث زميرة الزنز وسائر والو ولا ما يثمثنا ماي إذا غادا كي بالمناسبة دينو غالي ما ذنكني لا ويث النار ثورا بريباريفو لا ويث النار كل شو تقارن ثم ستاكي المرأة تورثنا ما تورثش على بالكم العادات والتقاليد نتاعنا يقول لك المرأة ما تورثش سورتو العقارات وإن كان أنف يتطور كبير في هذا الموضوع قرنك ثم توثث ورثارة خيال مثلا ثم ورث وثورثارة خامنة تورث إن إذا لك ذا ذري من أكاد تورث ولكن العقارات وثورثارة ثقيل العوايد ثقيل تصل الدطايق لأن ما دنوض الموضوع الفرائض إن شاء الله الميراث أدنف كتفاصيل لكي ثم ورث النغن جماعا في الأرضان ثواسيف 1749 خذ منا صنب بلي جنرال ذي الوقت الني إذا غاد ديسيديني مقرانا متوثرين لأنك سيدة ساون ثم توثث ورثارة فقيم ذي العادة ثلاثت أرسة تولي مريم ثو رقزة كاد بخام ألور ثم توثي لو أن دسقان في متساوي ضارة فول كوبرس كل عوايد ينواس في سد غريوني ناك ثان يموث الفلاني ذي كمان وكذا وبعدين جاء ثم توثي سجد يليس وكذا وجدوا كل ثمثليس إلى آخره أشو دينا شرع من غير الشرع الناد ثم توثي ستي ثمانية يليس في النصف لكن سنير النصف في فقاع أمهي ليس تسوي النفس كل شيء النفس ما يجد 200 مليون تورث 100 ما يجد 70 هكتار تورث 35 إنه شيء يكون يثمة ثنيس ناس يكون وين دي قران الباقية تورث مشوات شوات أواه ما كاش كيفة أنا كوني ذي رقازن أنا وين شوات شوات يلي سي بورتون تجواج ضغى ما تجوجة ما كن أو كيفة هذا كان يثمث إنه كان الشريعة واش يقول القانون إنه شفتي لي بالقانون إني غاس ما عندكش زار حتى القانون يقول كيما الشريعة كيف كيف القانون لو كود لا فامي كيما الشريعة 100% في هذه الأمور و ما خرجتش عليه الشريعة ما عجبتوش القانون ما عجبوش إنك العوايد العوايد إن غاشو تجان جدود كيما قا يقول مثل نتاع الصحراء القافلة قافلة وكل واحد عينه على بعيره صافي الشينيس فيزيض أشوث فيزيض تفغض العوايد بس كل العوايد شينين ثم تطوث ورثارة من الشينيس ورثه بوثوري ثمثنا غفلاقي ساعة تصلي ديطايا ولكن يزمر ثورة دين تقيونا شين ناضي الوقت مني ساعة الحقاي وعلي على بالي ثم ستاقي زرفت مليح مليح اون ديطاي ساعة اللي زارقي مو بيان سير أشي مكوي ثم طوث لو كانت أسنف كان موريس بعد درزة مثل هذه مثل ورقازيس نغس ديفرو ورقازيس أدو غال سخن بفا سخن بباس ينزان تريكان الزنزيت وكذا أتضاع شوز دي قيمة إلى آخر أيوة هذا كله صحيح هذا كله صحيح ولكن الخطأ لا يبرر الخطأ سيدي ربنا شواء إن في صلى الله عليه وسلم إناد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أكيد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ربي في سورة النساء الآية 12 إن دولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين وبعدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين هذا قرآن الله كلام الله الله رأيث مثلا ما نخدم الهوايز ندير العادات في كفة والأعراف وندير الشرع في كفة في الميزان شكون اللي عنده الميزان لبوان هو الشرع الشرع العادة مهما كانت يقولك
الأعراف تعتبر إذا لم تتعارض مع الشريعة. لا ويذ من المساء انتزل ساعة انتزل مور خلف انتار الشريعة. إما إلا خلف انت النصوص قطعية ثبوتا ودلالة، يعني الفيرسي كورانيك الآيات القرآنية الأحاديث الصحيحة أشي يكون العوايد صفا متحكي ذاك الحكي أشي قرام دينا الشرع ني غاسا شو دينا الشرع وين أشي ما يا جيفالا شو دينا القانون ني غاس لو كود لا فامي كونفيرمي شو دينا الشرع كيف كيف 100% وين ما عجبني لا الشرع لا القانون. اللي عجبني بزاف هو العادات والأعراف العوايد، باسكو العوايد سينيت بون شنو تورث كذا وكذا ما تسولها وين خاطي سي بو سايث مثلا. هذا هو الامر، هذه المساله فيها تفاصيل كثيره، فبالتالي موضوع الميراث موضوع دقيق جدا، ولكن هو حق مشترك، حق مشترك بين الرجال والنساء. ذيون الحق اكشرشن ارجازك تمطوث. ايوا الحق يصرف عايث مثلا ذا شو ثبوت النسب. ثبوت النسب وقي حق للأولاد وحق للوالدين أو للزوجين. إذ مثلا مر نهضر في درواد اللوم حقوق بمثان الحق في الحياة حق من حقوق الإنسان، ولكن ذغلا حقوق ثيال سانتزال منها الحق في النسب. كما رانا هنا كامل عندنا نسبنا معلوم، ممكن يكونوا فينا هنا يتامى واحد يتيم باباه ولا مات ولا يماه ولا ماتوا في زوج، ولكن يقولك نورمال بابا الله يرحمه مات يما الله يرحمه ماتت، ولكن عندي نسب معلوم بابا معروف يما معروفة بوان. هذا النسب المعلوم الصافي، وهذا من حقوق الإنسان في الإسلام. وكذلك الشرع النغي وكذد إن يكذ الحرام حرام على الوالدين باش ينكروا النسب نتاع أولادهم، كما لا راهم يولدوا ذراري ويرميوهم في كرمكم لا في البوبال ولا تحت القناطر ولا وتلقاهم ضايعين مشردين، ولادهم كي يكبروا يروحوا للحصة وكل شيء ممكن يبان في التلفزيون ولا في الجرنان يقول لك وراك يا بابا وراك يا إما. هذا حرام، وحرام كبير. الشرع ربي يقول لازم نحافظوا على الأنساب باش تكون صافية، وبمفهوم المخالفة تجريم جريمة الزنا. مرة هدرنا مع بعض الناس اللي ميرسي لي باتير والأزوار الرجال اللي راهو يرتكبوا الفواحش، قلنا لهم علاه في واحد سيمينار في واحد ملتقى علاش ترتكبوا الزنا اون بلوس تضيعوا الذراري هذوك، قالك محافظة على الشرف. الله يا ربي الله، معنى جريمة مركبة أتفضي مثلا يغواث من الشيطان خذ من الحرام يرنات ضيان الراشني ألورم بعد شو قدروا يظهروا خسار. سي بوسا الشرع يبغي هذه بروتيجي يبغي يحمي الإسلام الشرع نتاعنا يبغى يحافظ في الأنساب باش يكون نسب معلوم نسب صافي، وهذا حق مشترك وواجب مشترك في الآن نفسه. الحق الرابع المشترك يقشرك نرقص مطوث، ما هو؟ هو ثبوت النسب. النسب حق للوالدين وحق للأولاد، وهو حق مشترك بين الزوجين.